الثاني سلهود في المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بغياس سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثالث رصاد، في المركز الثالث لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي بقيادة مضمر سالم بن علي بن بخيت المسافري، وفي المركز الرابع مكيف في المركز الرابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الخامس حملول، في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر السهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي، وفي المركز السادس الطويل لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن ذعيلب الهاجري، وفي المركز التاسع شاهين لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز العاشر مغري، في المركز الثالث لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذا أول نداء للمراكز العشر الأوائل، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، ورا الآن التغيير جرى وطرى على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. أرى الآن سلهود يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثاني يرى اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات مروح يبقى يروح يا سلام لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي بقيادة المضمر علي بن سعيد الخاطري، وفي المركز الثالث مكيف، في المركز الثالث يبقى يكيف على مقدمة هذا الشوط مكيف لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، لكن تدخل من هملول في هذه اللحظات إلى المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر سهيل بن مرخان الاجتبي. ننتقل إلى المركز الخامس والطويل، في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن ذعيلب الهاجري، وفي المركز السادس شاهين لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز السابع أرصاد لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي بقيادة المضمر سالم بن علي بن بخيت المسافري، وفي المركز الثامن مغري لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز التاسع سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة مضمر عبد الله بالطير العامري، وفي المركز العاشر سلهود لسيدي صاحب السمر مطر بن سيب اللاحج الهاجري. هذا ثاني نداء للمراكز العشر الأوائل، ونسير إلى مقدمة هذا الشوط. هملول بدأ يغير بدأ يندفع إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. يا سلام على هذا الأداء والشكل الممتاز على مقدمة هذا الشوط من سلالة الهملولية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي. مكيف في المركز الثاني، يا سلام يا مكيف، يبقى يكيف الوحدة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام هو مكيف في المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. الطويل واصل، يا سلام، الطويل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن ذعيلب الهاجري، وفي المركز الرابع سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الخامس مروح لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي بقيادة المضمر علي بن سعيد الخاطري، وفي المركز السادس شاهين لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. مغري في المركز السابع، مغري لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثامن شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي بقيادة المضمر سهيل بن سالم العام.
عمري هذه النتيجة، ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى المنافسة. هملول لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط، والطويل قادم، الطويل قادم، عينه على مقدمة هذا الشوط، عينه على ناموس هذا الشوط. الطويل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن ذعلب الهاجري، ومكيف في المركز الثالث لهجن العاصفة. المركز الرابع سلهود يغير إلى المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر السعيد بن عبيد الحميري. شاهين وصل من المركز الرابع إلى الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. الطويل على المقدمة، يا سلام يا الطويل، يغير يندفع اندفاع ذاتي وعرض ذاتي في هذا المساء، في هذه الأمسية المسائية للثنايا. الطويل يتجاوز لوحة الكيلومتر الأخير بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار حتى هذه اللحظات، لكن شاهين يقول أنا موجود للمنافسة للتحدي، يحمل شعار امبراطورية هجن العاصفة على ظهر شاهين. المعركة طاحنة، بتكون المعركة طاحنة بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات. ركضت الغاي والأوامر ما صدرت من الإخوان المضمرين والمدربين والذين يقومون بالعناية، العناية التامة بن ذعلب الهاجري والواثق حمد بن غدير الاجتبي. يا سلام شاهين يتسلل، يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي الطويل في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وفي المركز الثالث مغري، مغري وهو مغري في ركضه وفي أداءه، يغري الجميع في عرضه المميز في هذا المساء المميز. مغري لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير. الاجتبي شاهين والطويل ومغري، المعركة طاحنة بين الثلاثة، بين الطويل وما بين شاهين وما بين مغري، المعركة طاحنة. نحن نغترم من المنصة الرئيسية، نغترم من خط النهاية، المعركة لا زالت طاحنة ما بين شاهين ما بين الطويل. الطويل شاهين، شاهين الطويل، شاهين الطويل، شاهين الطويل، وشاهين مع العموم دخول جماعي المركز الثالث مغري لهجن العاصفة. وفي المركز الرابع هملول، في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الخامس سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة، وبنشوف عند خط النهاية من احتل المركز الأول وحزم الأمور لصالحه، الطويل ولا شاهين. على العموم هذه اللقطة بالحركة البطيئة ساعة الطويل، الطويل طويل وطال المركز الأول وطال الناموس في زمن وغدر 9 دقائق 44 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا أيضا للمضمر الغدير عبد الله بن ذعيلب الهاجري والذي وصل في المركز الثاني شاهين 9 دقائق 44 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصل في المركز الثالث مغري، وصل في المركز الثالث 9 دقائق 45 ثانية بالوفاة تمام. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، تهانينا للجميع والناموس.